معالي دولة رئيس مجلس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي، معالي السيد اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، معالي السيدات والسادة الوزراء، معالي السفير بنكولي أدوي مفوض السلم والأمن والشؤون السياسية للاتحاد الأفريقي، السيدات والسادة الحضور الكريم، أستهل كلمتي بنقل تحيات السيد سامح شكري وزير الخارجية وخالص تمنياته بمداولات ثرية ونتائج إيجابية تلبي تطلعات شعوبنا في مختلف ربوع القارة. السيدات والسادة، تتسم قارتنا الإفريقية بثراء مواردها الطبيعية وتنوعها البشري والحضري، الأمر الذي ينعكس بوضوح في تنوع نظمها القانونية والتجارب والحلول التي تقدمها على صعيد حوكمة وإدارة المجتمعات ومسارات التنمية، بما في ذلك عبر تنوع نماذج اللامركزية والحكم المحلي بصورهم ومستوياتهم المختلفة. ولقارتنا الإفريقية تجارب بناءة وواعدة في تعزيز دور الحكم المحلي وتعظيم إسهاماته في تعزيز الحكم الرشيد وتقديم الخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة عبر مقاربة شاملة تقوم على توسيع حيز المشاركة وتقوية العقد الاجتماعي المستند للتشاور الجامع وتمكين مختلف فئات وأطياف المجتمع من المشاركة الفعالة في صناعة السياسات وتنفيذها، ومن ثم فإن المزيد من العمل والتعاون الإقليمي والقاري عبر نقل أفضل التجارب والممارسات وبلورة فهم أفضل للتحديات المشتركة يصب بشكل مباشر في تنفيذ مبادئ وأهداف بنية الحوكمة الإفريقية وأجندة 2063. السيدات والسادة، لقد تابعنا جميعاً المداولات الثرية التي شهدتها القمة التاسعة للمدن الإفريقية بمدينة كيسومو الكينية تحت رعاية فخامة الرئيس هورو كينياتا في مايو الماضي، وما قدمته من نماذج ملهمة للإسهامات من جانب المدن الإفريقية في تنفيذ أجندتي التنمية الأممية والقارية، وإني لعلى ثقة بأن هذا المحفل الهام سيواصل إسهاماته الرائدة خلال القمة العاشرة للمدن الإفريقية التي تستضيفها القاهرة عام 2025. وأود أن أنوه في هذا السياق إلى أن استضافة مصر لقمة المدن الإفريقية تأتي امتداداً لتقليد مصري مستقر في دعم حيز وقضايا وإسهامات الحكم والتنمية المحلية ودور المدن ووحدات الحكم المحلي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. أستذكر منها انعقاد اليوم العالمي للمدن بمدينة الأقصر في أكتوبر 21 والريادة المصرية ضمن مجموعة عبر إقليمية لمبادرة الحكم المحلي وحقوق الإنسان التي تطرح بشكل دوري بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، والإعداد لاستضافة مصر للنسخة المقبلة للمنتدى العالمي للتنمية الحضرية للأمم المتحدة عام 2024. الحضور الكريم، يفصلنا 66 يوماً عن انطلاق فعاليات قمة المناخ التي تستضيفها وتترأسها مصر في شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، حيث يعود مؤتمر الدول الأطراف بعد 6 سنوات من جديد لقارتنا الإفريقية، بما يتيح فرصة ثمينة لدولنا للدفع باحتياجاتها وأولوياتها إلى قلب أجندة العمل المناخي العالمي، وخاصة فيما يتعلق بالتكيف مع أثار التغير المناخي ومعالجة الخسائر والأضرار المترتبة عليها والنفاذ للتمويل المناخي الكافي والمناسب، وهي جميعها نقاط جوهرية في إطار مؤتمر أعلنته الرئاسة المصرية كمؤتمر لتنفيذ الالتزامات والتعهدات المناخية. وأود في هذا الصدد التنويه إلى حرص الرئاسة المصرية على تكريس الالتفات للبعد الإفريقي للعمل المناخي بشكل عبر قطاعي في مختلف المناقشات، وعلى رأس ذلك الأجندة الرئاسية للأيام الموضوعية. ومن نفس هذا المنطلق يجري العمل على تطوير مبادرة حياة كريمة على المستوى الإفريقي لكي تستلهم التجربة المصرية الرائدة في إحداث نقلة نوعية
لوضعية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الكرة المصرية، ويجري الإعداد لها مع عدد من الشركاء، من بينهم مبادرة التكيف الإفريقية التي تم الإعلان عنها خلال رئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لتغير المناخ عام 2015. ولقد كان البعد الإفريقي لمؤتمر المناخ المحور الرئيسي لكلمة السيد وزير الخارجية والرئيس المعين للمؤتمر سامح شكري أول أمس خلال افتتاح الأسبوع الأفريقي للمناخ بالعاصمة الجابونية ليبرفيل تحت رعاية فخامة الرئيس الجابوني علي بونجو أنديمبا، وإيماناً بالدور المحوري للمدن والتجمعات البشرية والحضرية في مواجهة الأزمة المناخية واحتواء آثارها، فسيكون للإسهام متعدد المستويات تواجداً بارزاً في نقاشات شرم الشيخ وفي مقدمتها خلال يوم الحلول، وفي إطار المشاورات التي تقودها مصر بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وأكبر التحالفات الإفريقية والدولية للمدن والحكم المحلي لإطلاق مبادرة شاملة حول المدن المستدامة تتناول احتياجات ودور التجمعات الحضرية الكبرى في خفض الانبعاثات وبناء الصمود وتحفيز العمل المناخي بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وتجمعات الشباب والمرأة ومراكز الأبحاث وغيرهم. السيدات والسادة، أختتم هذه الكلمة بالتعبير عن بالغ سعادة وزارة الخارجية بمشاركتها في افتتاح هذه المنصة الهامة للاتحاد الأفريقي وعن دعمها الكامل لأعمال لجنتكم الموقرة وتطلعها للنتائج التي سيتبناها هذا الاجتماع تمهيداً لعرضها على الدورة المقبلة للمجلس التنفيذي وقمة رؤساء الدول والحكومات في مطلع عام 2023. وشكراً.